حاور ندك عزز جهدك ركز فكرك بجسارة وتحدي خوض ميدان التحدي حاور ندك عزز جهدك ركز فكرك بجسارة وتحدي خوض ميدان التحدي قوي جسمك وسخن عضلاتك حرك بدنك وطور قدراتك قوي جسمك وسخن عضلاتك حرك بدنك وطور قدراتك شد همتك فوز بالتحدي خوض ميدان التحدي خوض ميدان التحدي خوض ميدان التحدي أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم ميدان أول اثنين يطلعون يوقفون سواء من هنا ولا هنا يفوز يجهز الأربعة اللي بعدهم قل اسمك بالكامل بلاش أقساط كامل ثلاث قطع يوسف مطر صالح العمري يوسف العمري وجهك هنا فراس حسن عسيري فراس حسن عسيري حسن مصطفى حسن مصطفى سلطان حمد سلطان حمد صافر أستاذ أكرم بالمدرج يا الحبوب اطلع فوق أول اثنين مين؟ أول اثنين سلطان اللي كنت متوقع إنه يخسر فاز أنا فز أنا قوي أنا أحسن واحد أحسن واحد؟ لا أنا أحسن واحد أحسن. ما في أحد أحسن واحد لسه جاهزين؟ صافرة يلا أول اثنين اللي يشرب والله أول واحد هنا ما عاد فيه إلا واحد الظاهر واحد وبس اطلع وقف حاول أحسن أوقف حلو اسمك سلطان أنور حمد الشباب سلطان سلطان أنور صهيب نضال الضميري صهيب سلطان وصهيب فضلوا فازوا هناك واللي خسروا معلش عندهم فرصة ثانية جاهز صافرة يلا اطلع 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 اول ثاني اسمك على الكاميرا هناك على الكاميرا شو اسمك ياسر الألمعي ياسر الألمعي وجهك على الكاميرا هناك احمد السند احمد السند والألمعي احمر واحمر ويلا روح اول اثنين مين ايوه هذا بالثوب ما شاء الله الاطراف تفضلوا هناك وانتم معليش استعداد يلا هوبا يلا اول اثنين حلو يلا ممتاز يلا تفضلوا اثنينكم يلا معليش صافره يلا اول اثنين اول واحد يلا ثاني مين اثنين والله كويس بس جيت متاخر شوي يلا شكرا عندنا 12 حناخذ منكم كم حناخذ منكم 6 التصفيه الثانيه هذه وسته حيجلسوا مع زملائهم من كلهم من الاحمر طبعا صهيب سلطان من الاحمر يلا يلا الجسر انتبه صهيب ولا سلطان البطل اذا فاز معنا صهيب صهيب استريح هناك تنتقل الى المرحله التاليه اسمك راكان شلبايا راكان و انس حسين انس حسين وراكان يحط الاسطوانه هناك الو نلعب امراه
انس وركان ويلا يبدو ارجع من بدايه الجسر يلا يمكن يطيح ما تدري ارجع من بدايه الجسر كمل يا انس اذا راكان يتاهل او يستمر ويواصل المسير في المرحله التاليه اللي بعده خل سريع اسمك سيف طاهر سيف طاهر و حسن مصطفى وسيف يلا يلا يا حسن ويلا يا سيف وكلكم فيكم حرف السين اذا حسن مصطفى تواصل المسير وتكمل في مرحلة اخرى احمد السند وعبد القوي صابرة يلا شمر زندك قوي احمد ولا عبد القوي احمد عبد القوي حظا اوفر يعطيك العافية شكرا على مشاركتك ياسر المعي و حافظ محمد وياسر الألمعي وصابرة يلا ياسر الألمعي ولا حافظ والألمعي تاهل الألمعي راح هناك استرحيناك سلطان أنور وعثمان حبيب والله جلستك بصراحة كني قاعد على قهوة سلطان وعثمان ويلا وفيهم كلهم فيهم حرف النون والالف سلطان ولا عثمان ويلا يا سلطان يعطيك العافية عثمان شكرا يلا يعطيك العافية حسن مصطفى صهيب روح ابعد يا بطل ابعد يا حبوب مين حيفوز يترشح النهائي يلا روح اصحى استيقظ ارفع فوق على الكاميرا والله انا كنت نايم بغيت تروح عليك الفوز صهيب يلا اثنين غير وتفضلوا يلا بسم الله معليش يبدو عندك فرصة ما عليه لسه اذا بسم بالله قول بسم الله روح خويك نايم روح ما عليك سلطان انور يلا اخر اثنين تفضلوا معانا اسمك ياسر العلمعي و احمد السند السند والمعي خطيرين اثنينهم جاهز واحد يلا روح سم بالله قول بسم الله الرحمن الرحيم مين يلا اصحى زميلك نايم اصحى روح الألمعي اللي يوقف ينضم للثلاثة هذولا نبغى أربعة جاهزين معك مين هو حسن مصطفى معلش بطل إذن 500 ريال لمن هل هي لا حسن مصطفى حسن أو ياسر أو سلطان أنور أو صهيب نضال طيب أنتم الآن التنافس شديد الآن إذن مشاهدينا الكرام الجولة نصف النهائي واللي بيفوز بهذه اللعبة يتأهل على النهائي على 500 ريال نتعرف على اللاعب الأول اسمك سلطان أنور والجهة الأخرى لاعب ثاني صهيب نضال صهيب وسلطان أذكر لعبتهم قبل أنتم في نفس المنافسة وبدأ اللعب ما شاء الله على الشباب حلو إذن صهيب ألف مبروك صهيب يتأهل على النهائي على 500 ريال اسمك يا الحبيب حسن مصطفى ياسر المعي وحسن مصطفى اللي يفوز يتأهل على النهائي على 500 ريال وبدت صابرة الألمعي ألف مبروك ياسر الألمعي يتأهل إلى النهائي إذن فازوا اثنين نصيب الألمعي أو صهيب هاي الألمعي وش تقول صهيب والله شكله قوي صهيب يخوف والله توقعوا ليش لا إيه
حفوز. صهيب مش رايك بالالمعي؟ ترى ما شاء الله رشيق وخفيف. ان شاء الله افوز عليه. بس مو هو اقوى منك هو؟ ايه قوي. واقوى؟ لا سام. انت صديقي. صديقي يا سلام. بالعزم والنية بطموح وجدية، بالعزم والنية بطموح وجدية نتحدى ونحقق نقلاتنا وعيا. يلا نفرح ونتعارف ونمرح، هيا نتقالف. هيا يلا نفرح ونتعارف ونمرح، هيا نتقالف. هيا نوصل الى العلياء، هيا بنا هيا نوصل الى العلياء، هيا بنا هيا هيا الى الميدان، وقت التحدي حان وتسابق الفرسان والروح رياضية. مش اسمك؟ عبد الملك. فارس. فارس. مهند. مهند. منصور. منصور الكابتن. منصور نبني له 7 قصور، ايش رايك؟ مهند على السيف يتسند. صافر استاذ اكرم وحيدي، ومين اول 2 يطلعون؟ مين الابطال؟ اول بطل فارس و عبد الملك. استاذ اكرم وحيدي يلا يلا. البروستد ينفعكم؟ لا لا تتكي على هذه. يلا ما في ولا واحد ظاهر، وضعكم صعب. حاول. اول واحد اول واحد تحدي، ثاني واحد والله خطير. معلش انس اسمك؟ انس. انس يفوز؟ انس ولا ما يفوز؟ جاهز؟ يلا روح. مين اول واحد؟ اول واحد حديد. يلا كمل كمل، حاول. صعبه. يلا واحد هنا واثنين. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، كويس ما قصرت يا شباب. صافرة يلا أول اثنين. ها ترى هذاك متكي بس. يلا أوكي يلا، في اقتراح، ناخذ من هذول 4 ونلعب معهم وناخذ منهم واحد. جاهز؟ يلا روح. ها كنت كويس ماشي. أروح فرصتك فرصتك. عبد الله روح اثنينكم هناك. أكبر 4 نبي واحد منكم. يلا تعال جاهز سافرة. يلا روح روح يا منصور. يا منصور ما هي لعبتك يا منصور ذي؟ اللي يفوز يستمر. الأخضر اسمك؟ اسمك فيصل فالح. فيصل فالح. حمودي. فيصل فالح وعبد العزيز الحمودي، اللي يفوز منكم سيستمر الى المرحله التاليه. يلا يا شباب صافره الاستاذ اكرم الوحيدي. طبعا الطريقه تاتي بالاسطوانه وترجع مره اخرى من الجسر. واضح يا شباب الطريقه؟ يلا صافره الاستاذ اكرم الوحيدي. يلا يلا فالح ولا الحمودي؟ فالح ولا الحمودي؟ وفالح يتأهل. يستمر يستمر فالح. ميدان التحدي للقوي، أنا للخبرة تبادلها.
اللاعب التالي اسمك؟ ناجي العتيبي. ناجي العتيبي و مصعب المندوري. المندوري، طيب المندوري ولا العتيبي؟ يلا صافرة الأستاذ أكرم الحيدي، يلا يلا يا المندوري، يلا يا العتيبي، ارجع يلا ارجع بدونها. إذن العتيبي، العتيبي يستمر إلى المرحلة الأخرى. مندوري حظنا أوه. عبد الملك وسليمان وصافة الأستاذ أكرم، يلا يا شباب خليك سريع، خليك متحمس، خليك جاهز. وطاحت الأسطوانة، جبها جبها من هناك، جبها جبها بسريع، عد من بداية الجسر، عد عد، يمديك يمديك عبد الملك، كمل كمل، ارجع من بداية الجسر، ارجع، والله الجولة خطيرة. عبد الملك يستمر، المطيري وفارس صافرة الأستاذ أكرم، يلا يلا يا فارس، فارس ولا مطيري؟ وفارس مطيري فاز معنا، المطيري يستمر إلى المرحلة التالية، يلا تفضل حمد منصور، وحمد وصابرة يلا. أو يبدو أن منصور، ارجع يا منصور، منصور تأهل المرحلة التالية، ما شاء الله المندوري والله واجدين، يا مر حمد خلاف المسجلة صابرة يلا. أوه يلا يلا يا حمد، وحمد حمد حمد. إذن أعزائي المشاهدين، بعد هذه الجولات والتحديات والمطبات والمنحدرات والمنخفضات، توصل أو وصل معنا 6 شباب من مدارس إيش؟ الربوة. مدارس الربوة الأهلية والحكومية؟ الحكومية. تعرف على الشباب اللي وصلوا عندنا قبل النهاية، اسمك؟ محمد تركي المطيري. أيوه كذا الشغل. عبد الملك محمد وفريح. فيصل ناصر الفالح. حمد علي المنقوري. نايف عبد العتيبي. منصور سعيد باسحيم. تحية، حيوا زملائكم، حيوهم. حناخذ واحد، يعني ثلاثة بترشحون. جاهز، حتاخذ اسطوانة وتطلع من وين؟ من النفق، النفق اللي تحت، جاهز؟ صافي أستاذ أكرم الحيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحت انزل، حلو، روح عتيبي، منصور منصور العتيبي، مين يصل الى الاعلى ويرفع الاسطوانه؟ تعادل. جاهز، اسمك عبد الملك و محمد مطيري وعبد الملك، بسم الله يلا روح. عبد الملك والمطيري يبغى له سرعة، ترى ذي ما يبي له دلع، نشوف المشروبات الغازية ولا حليب الخلفات، مشروبات غازية وحليب خلفات، يفوز مين؟ ارفع فوق. إذن المطيري، المطيري معلش يا عبد الملك ما قصرت، يا عبد الملك خسرت آخر 2، يصير عندنا 4 على النهائي. يلا أستاذ أكرم صافرة، يلا تعادلوا، يلا روح روح روح، ماشي 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 ماشي، ارفع، ممتاز، معلش 500 ريال، من يفوز؟ تعرف عليكم، فيصل ناصر الفالح، محمد تركي المطيري، منصور سعيد باسحب، نايف عبد العتيبي. الأربعة ذولا ترشحوا معنا على النهائي، يعني واحد منهم حياخذ 500 ريال. واحد حيطلع هنا، واحد حيطلع هنا، حتضرب زميلك، اللي يطيح منكم يخسر، فهمتوا الطريقة؟ جاهز أستاذ أكرم؟ جاهز صافرة؟ يلا روح واحدة ثانية، اديه واحدة ثانية، أعطيه روح، اعطيه امسك، اعطيه منصور على النهاية، منصور على النهائي، والكابتن ما قصر. اسمك وبعد ما خسرت ماذا تقول لزميلك اللي فاز؟ مبروك الفوز. قول الف مبروك، ويستاهل، يستاهل والله، انت تستاهلك، وصلت النهاية على اخلاقك العالية، تحية للعتيبي ما قصر. جاهز يلا روح، اعطيه ساعي على النهائي المطيري.
اذا عن النهائي وصل معانا منصور باسحيم. ترى منصور على فكره يعني كان طلع من البدايه. اسمك؟ عبد الله حسن الشهري. شهري، هذه تضحيه منه، نزل وطلع وطلع منصور. اسمك؟ محمد تركي مطيري. اما انت اذا فزت تعطيني انا 250. تعطيها مين 250؟ امي طبعا، اكيد امه يا شيخ. و250 الثانيه استاذ، و250 الثالثه كويس تفهم بالرياضيات ما يلعب عليك. اذا عن النهاية انتم حاول 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 مهما تصعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول 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 مهما تصعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول لا تستسلم لا لا حاول والعب حاول 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 جاهزين صافرة يلا مين أصلي على محمد يا عجايز يا عجايز يا عجايز نحو القمة لا تكسل أنت الأفضل يلا يا اطلع أخضر ما في فائدة أخضر يا أبو أخضر يستاهل عشر نقاط خضراء اسمك الفريق الأحمر مهجد الله ثلاث حسين حافظ محمد قوي قلبك طول عبد العزيز فريق الاخضر عبد الله عبد الله حسن عبد الملك فرح طيب هنا الفريق الاخضر ايضا مهند يوسف هاشم فارس الهويش لا تطلع من الباب ولا تمسك مكان السحاب ما ودنا نعيد الجوله مره ثانيه اذا بدينا والشباب مستعدين يلا صابره اطلع اطلع حلو طب خطير ما شاء الله تبارك الله سريع خليك سريع طيب روح الاخضر ما زال يتعتع مو هو براضي يطلع بسم الله عليك يلا سريع يا الاخضر سريع يا الاخضر ساعد خويك سريع يا الاخضر واحمر وعشر نقاط للاحمر استاذك ربحيت يلا روح ثانية طلع الكرة الثانية يلا يا احمر ساعده ساعد خويك يلا يا اخضر اخضر نايم في العسل اخضر والعسل قصة الاخضر والعسل روحوا يا اخضر حلو يا اخضر يمديكم يلا يمديكم اخرجوا برا وين رايح يلا يلا ما قدروا يلا فرصتكم فرصة أحمر 500 ريال في الجماعي في مباراة الجماعي 500 ريال ادخل أيوة إذا تفضل تعرف على البطل اسمك سيف طه واثق من نفسه كذا مهند يوسف هاشم خطيرين الشباب ها ها فوق غير غيروا اللاعبين يلا عليش يا سيف طيب هنا الفريق لعبة السحب والفريق الأخضر يتعرف عليك نواف العوفي نواف نواف العوفي ومن الأحمر اسمك يا الحبيب لؤي الكوشك لؤي ونواف وبسم الله مستعدين بغى تطيح يلا نواف يلا لؤي نواف ولا لؤي شد شد يا لؤي شد يا شرب روح يا ولد يا سلام شد يا نواف نواف تعال نواف نواف ولا لؤي التنافس قوي اللاعبين متكافئين ما شاء الله شد يا نواف نواف تعال اسحب سحبة واحدة سحبة واحدة سحبة واحدة يا نواف سحبة واحدة يا نواف سحبة واحدة لا تستسلم ابدا لا تستسلم اسحب سحبة واحدة قريب يا لؤي وعشر نقاط للأحمر ثانية صهيب روح أربعين صهيب معلش ثانية المعي شد حيلك يا المعي المعي
والله المعي هو قبل فاز ب40 يعتبر، انا اقول انظلم فيها. يلا جاهز خش يلا. 50 منصور عزيز يا بطل جهدك حاور واحترم. يلا ما عليه 50 طيري معليش فرصة لا تيأس لا تيأس عليه ما عليه. يلا والله معليش يلا تفضل معي جي 10 جاهز روح 40 ثانية. يبدو صهيب ما شاء الله تبارك الله كسر الحاجز. إذن 80 صهيب 80 يلا 50 والله المنصور مركز على 50 50 يلا ست مطيري دور المية. يلا 100 حاول جيب 100 حركة جديدة 10 ما قصر. كرة ثانية كرة ثانية معلم حاول يا مطيري وسلام. إذن بسم الله الرحمن الرحيم فاز معنا بالبطولة اللي هي طبعا تحدي فرق بين الفريق الأحمر، كان منافسة جماعية فريق الأحمر وفريق الأخضر. أستاذ أكرم مين اللي فاز؟ فاز الفريق الأحمر فريق النجوم ب30 نقطة. إذن 30 نقطة ألف مبروك 500 ريال تحية. مين كابتن الفريق؟ لا ما سيف وجهك على الجمهور وجهك 500 ريال للفريق كله مو له ترى بياكلها. أما بالنسبة للبطولة الفردية محمد فاز في التحديات الفردية بين الفريق الأحمر اللاعب صهيب نضال ب80 نقطة. المبروك صهيب تحية تحية صهيب. تفضل صهيب من الفريق الأحمر. صهيب تعال صهيب هنا 500 ريال تعال تعال هنا صهيب تفضل صهيب ارفع 500 على الكاميرا. فاز في التحديات الفردية بالفريق الأحمر صهيب المبروك تحية قوية صهيب تحية. أما الفريق الأخضر ففاز بالتحديات الفردية بينه من هو؟ شوف مع الأستاذ أكرم الوحيد. أما الفائز بالفريق الأخضر فهو اللاعب منصور باسحيم 160 نقطة. ألف مبروك منصور باسحيم منصور باسحيم ألف مبروك اللاعب منصور باسحيم تحية الفريق الأخضر تحية قوية قوية قوية. إذن بعد نهاية هذه الجولة الرائعة كل الشكر والتقدير لراعي البرنامج شركة محمد بن عبد الله عريض للرافعات والكرينات على جميع التجهيزات لبرنامج ميدان التحدي. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة محمد بن عبد الله العريض المؤسسة الأولى للمعدات والرافعات في المملكة والخليج والدول العربية. أكثر من 40 فرعاً توفر لكم كل ما تحتاجونه من الكرينات والمعدات الثقيلة. الاسم الأول في عالم الكرينات. حاول ندك عزز جهدك ركز فكرك بجسارة وتحدي التحدي حاول ندك عزز جهدك ركز فكرك بجسارة وتحدي فوق ميدان التحدي فوق ميدان التحدي. قوي جسمك وسخن عضلاتك حرك بدنك وطور قدراتك قوي جسمك وسخن عضلاتك
حرك بدنك وطور قدراتك، شد همتك فوز بالتحدي، خوض ميدان التحدي، خوض ميدان التحدي، خوض ميدان التحدي، ميدان التحدي.